بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أعزائي الطلاب، وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو أعزائي الطلبة عدة نماذج من نماذج امتحانات الشهر الأول لمبحث الفيزياء للصف العاشر أعزائي الطلاب. وبعد أن تشترك بالقناة، طبعا هذا الفيديو جودته عالية، فإذا كانت الجودة عندك غير واضحة أضبط الجودة على جودة أعلى 720 أو أقل حتى تكون هذا الفيديو واضح لديك. عزيزي الطالب، سنبدأ بحل هذه الأسئلة بعد أن تشترك بالقناة وتدعمنا. فإن كان هذا الفيديو قد حصل على دعم، سنستمر في شرح امتحانات لباقي المباحث. في البداية عزيزي الطالب، سنبدأ بسؤال اخطر. شخص يقف على الأرض على كلتا قدميه، فإذا كان الضغط المؤثر 2000 باسكال، فإن الضغط عندما يقف على قدم واحد. عزيزي الطالب، الضغط هو عبارة عن القوة على المساحة. وهنا عزيزي الطالب، لو رأيت حسب هذا المثلث، ستعرف عزيزي الطالب أن الضغط والمساحة علاقة عكسية. بمعنى عندما يكون كلتا القدمين وأصبح على قدم واحد، فإن المساحة ستقل، إذن القوة ستتضاعف عزيزي الطالب، لأن المساحة، فبالتالي هنا سيكون 4000 ستكون الضعف. الجهاز المستخدم لقياس كثافة السوائل، طبعا كثافة السوائل عزيزي الطالب، الجهاز هو الهيدروميتر، طبعا باروميتر سواء المعدني أو الباروميتر الزئبقي لضغط الجوي، أما المانوميتر لضغط الغاز أو السائل المحصور. الوحدة المكافئة للباسكال، طبعا عزيزي الطالب هناك عدة وحدات، طبعا نحن نعرف أن الباسكال هو يساوي نيوتن لكل متر تربيع. طبعا نيوتن عزيزي الطالب هو عبارة عن كيلوغرام في متر لكل ثانية تربيع. ضرب، طبعا بعد أن تحول القسمة إلى ضرب، ستكون 1 على متر تربيع، ستختصر 1 متر في متر، فبالتالي هنا سيصبح كيلوغرام لكل متر في ثانية تربيع عزيزي الطالب، فيكون الجواب هو عبارة عن ب. طبعا الضغط الجوي عزيزي الطالب في تعريفه هو وزن عمود الهواء المؤثر عموديا على وحدة المساحة. مبدأ باسكال، طبعا إذا أثر ضغط خارجي على سائل محصور، فإن هذا الضغط ينتقل لجميع أجزاء السائل بالتساوي. طبعا عزيزي الطالب، تقل قراءة الباروميتر على قمم الجبال لأنه يقل وزن عمود الهواء فيقل الضغط. طبعا كلما ارتفعنا للأعلى يبدأ تدريج عزيزي الطالب الهيدروميتر من الأعلى إلى الأسفل، لأن كثافة السوائل تزداد في الأسفل وتقل في الأعلى. طبعا جسم حجمه طبعا 8. طبعا عزيزي الطالب، عندما تسمع كلمة يطفو هنا على السائل، فتعرف أنه يتحدث عن الحالة الثانية من قانون أرخميدس، وهي قانون الطفو، وهو ح ضرب ث تساوي ح شرطة ضرب ث شرطة. طبعا بعض المدرسين يكتبون هنا جيم، يعني بمعنى للجسم، يعني هنا للجسم وهنا للسائل، قد يساء، فكلها طرق صحيحة. سنبدأ في المعطيات. المعطيات الموجودة لدي الحجم ح، وحجم الجسم هو 8 من 10 متر تربيع. كثافة الجسم هي 600 كيلوغرام لكل متر تكعيب. يطفو على سائل، كثافة السائل
هي 1200 كيلو جرام لكل متر تكعيب، احسب حجم يوليد ح شرطة وهي حجم الجزء. فبالتالي عزيزي الطالب هنا الحجم 8 من 10 ضرب 600 تقسيم، طبعا هنا ح مطلوبة، الح 1200. طبعا سنقوم بقسمة الطرفين على 1200 للتخلص منها على 1200، فح شرطة تساوي 8 من 10 ضرب 600 على 1200. ستقوم عزيزي الطالب بحساب هذا الرقم على الآلة الحاسبة، وأكتب لي في التعليقات ما كم سيكون عزيزي الطالب الجواب. تقريبا هو سيكون 4 من 10 متر تكعيب. سنستمر في شرح باقي الأسئلة. بركة مستطيلة، طبعا عندما تسمع بركة مستطيلة الشكل تعرف أن هناك يريد الضغط الكلي، المساحات الكبيرة ستكون هناك ضغط كلي. طولها 25 متر، طبعا هذه البركة لو قلنا أنها بهذا الشكل متوازي مستطيلات، لا لو قلنا أنها طول قاعدتها 25 متر وهنا 20 متر، ملئت وارتفاعها هنا 6 متر، ملئت بالماء حتى الثلث، يعني الارتفاع المطلوب هنا ليس 6 متر، فالارتفاع المطلوب عزيزي الطالب سيصبح ثلث 6 متر، فسيكون 2 متر، ولا تمغر لأنه قال لك أنها ملئت للثلث، فلام ستكون عزيزي الطالب هي 2 وليس 6 متر. إذا علمت أنك تفسد الماء 1000 أحسب. طبعا الضغط الكلي، طبعا الضاد ميم يساوي ضاد صفر زائد لام في ثالث، أخذنا هذا الضغط الكلي لأن نتحدث عن بركة مساحة كبيرة، فالضغط الجوي هو عبارة عن 100000 عزيزي الطالب، سنمسح صفر، نحن قلنا 100000 دقيقة، زائد طبعا لام على السطح صفر، لا يوجد لام، الكثافة 1000، عجلة الجاذبية 10، فهذا كله صفر، فيتبقى عندك 100000 باسكال. على القاعدة ضاد ميم يساوي ضاد صفر زائد لام في ثالث جيم، ماذا ما الذي اختلف؟ الاختلف هو لام العمق، وهو قال لك أنها ملئت للثلث، فبالتالي هنا عزيزي الطالب سيكون 2 ضرب الكثافة 1000 ضرب 10. طبعا هنا 20000 زائد سيصبح 120000 باسكال. معدل الضغط الجاري، طبعا معدل الضغط، معدل الضغط الجانبي سيساوي الضغط على السطح زائد الضغط على القاعدة على 2. طبعا على السطح هو 100000 وعلى القاعدة 120000، فتقسيم 2 سيصبح 11 طبعا 120000 و 220 ف 110000 باسكال، لأنه 100000 زائد 120000 220000 تقسيم 2 110000 عزيزي الطالب. طبعا القوة المؤثرة على قاعدة البركة، طبعا القوة قاف تساوي، طبعا ستكون هنا الضغط على القاعدة ضرب مساحة القاعدة. طبعا ضغط القاعدة هو كان عندك 120000 دقيقة، لأن حساسية القلم، 120000 ضرب مساحة القاعدة المستطيل هو 20 ضرب 25، وأكتبوا لي في التعليقات ما الرقم، طبعا بوحدة النيوتن. طبعا لو طلب الجانبية ستحسب مساحة كل الجانب. سنبدأ عزيزي الطالب في حل هذا السؤال. السؤال باسكال، إذا سيارة كتلتها 1 طن يراد رفعها بواسطة مكبس هيدروليكي، طبعا عزيزي الطالب 1 طن، عزيزي الطالب لابد أن تعرف أنها الطن 1 كيلوغرام، يعني الواحد الكتلة ستكون 1000، الواحد طن آسف 1000 كيلوغرام، فبالتالي 1000 كيلوغرام. ومن خلال هذه القوة سنأتي بقاف 2 وهي كاف ضرب جيم، فبالتالي هنا 10000 ضرب 10 سيكون جواب 10000
آلاف نيوتن. قال لك مساحة الأسطوانات الصغرى ألف واحد 12.600 أو 56 سنتيمتر تربيع وقطر، طبعا قطر يعني هنا ناق 2، القطر دائما سنأتي 40 سنقسمه على 2 طبعا يا أستاذ، بما أنهم سنتي وسنتي لا يوجد داعي لعملية التحويل. طبعا من القطر سنأتي بألف 2، ألف 2 هي طا ناق تربيع، طا 3.14 ضرب 20 تربيع عزيزي الطالب، سأقوم بحسابتها. طبعا 3.14 ضرب 20 تربيع، دائما الأرقام تأكد من أنظمة 1256 سنتيمتر تربيع. هنا عزيزي الطالب سنأتي بجواب قاف 2 على قاف 1 تساوي 1002 على 1001، قاف 2 هو 10 أو 10 آلاف، قاف 1 مطلوبة لأنه قال يريد منك المكبس الصغير، قاف 1 ويريد منك الفائدة يساوي طبعا عملية الضرب، تأكد من الأرقام، 1002 معطيها لديك وهي عزيز الطالب حسبناها 1256 على 12.56، سنقوم بقاف 1 عملية ضرب تبادلي مقص ضرب 10000، سيكون الجواب عزيزي الطالب كالتالي 12.65 ضرب 10000 تقسيم 1265، سيكون الجواب 100 نيوتن. أما الفائدة فهي عبارة عن 1002 على 1001، طبعا 1002 هي عبارة عن 1256 على 1001 وهو 12.56 من 100. اكتب لي الجواب، طبعا ستكون الجواب هو تقريبا 100 وليس له وحدة. شكرا لكم. حجمه 3 من 100 متر، فقيس وزنه في الهواء، وزنه واو الوزن الحقيقي فكان 1000 نيوتن. وعندما غمر، أول ما تسمع غمر السائل أي أصبح أنه غمر، إذن هنا قاعدة أرخميدس وهي الحالة الأولى في سائل، فأصبح واو شرطة الوزن الظاهري 950 نيوتن. يريد منك قوة الطفو، طبعا قاف ستساوي واو ناقص واو شرطة أو الوزن الحقيقي ناقص الوزن الظاهري. طبعا الوزن الحقيقي عزيزي الطالب كما رأينا هو 1000 والوزن الظاهري 950 ف50 نيوتن. يريد منك كتلة الجسم، طبعا عزيزي الطالب كتلة الجسم نحن نعرف أن الوزن الحقيقي هو كاف في جيم، طبعا الوزن الحقيقي وهو الوزن في الهواء 10000 الكتلة كاف جيم 10، ستقوم بتقسيم على 10 ستقوم بتقسيم على 10، فبالتالي كاف ستكون هي 100 كيلو جرام. كثافة الجسم، طبعا عزيزي الطالب قانون الكثافة، احفظ هذا القانون، طبعا نحن نعرف أن قانون الكثافة تستطيع أن تتعامل معه بهذا القانون وهي الكتلة في حجم، فبالتالي كثافة الجسم هي عبارة عن الكتلة على الحجم، طبعا الكتلة 100 على الحجم 3 من 100. وعزيزي الطالب طبعا 100 لو قمت بتقسيمها تقسيم 3 من 100 سيكون الجواب، طبعا هو عدد كبير على 3 من 100 سيكون 3333 دوري كيلوغرام لكل متر تكعيب. طبعا كثافة السائل هنا سنقول قاف تساوي الشق الثاني من القانون وهو ح في ث في جيم، طبعا القوة هي 50، ح الموجودة لدينا عزيزي الطالب هي 3 من 100، الكثافة معطلي ضرب 10 سيكون هنا 50، طبعا 10 سنضربها في 3 سيكون 3 من 10 في ث، ستقسم 3 من 10 على 3 من 10، فالكثافة عزيزي
الطالب. طبعا إن أعجبكم هذا الفيديو لا تترددوا أن تدعمونا حتى نستمر في مثل هذه الفيديوهات. طبعا هنا سأقوم تقريبا 166. أي سؤال جواب خطأ اكتب لي في التعليقات للتعديل حتى لا يكون أنا أقوم بالحساب في عقلي بشكل أساسي. كيلوغرام لكل متر تكعب. سأأخذ الآن نموذج آخر عزيزي الطالب، ومن النماذج الأخرى سأعطيه هنا نموذج آخر، طبعا نموذج آخر من النماذج المعطاة. طبعا هنا يا شخص يقف على الأرض على قدم واحدة، يعني هنا أعطاك العكس، قدم واحدة فكان 3000 باسكال، فإن الضغط عندما يقف على كلتا هنا زاد المساحة فستصبح للنصف، فبالتالي هنا 3000 سيصبح النصف 1500. الجهاز المستخدم لقياس الضغط الجوي هو الباروميتر، هو مر جسم في سائل فكان وزنه المزاح 300، فإن قوة الطفو. طبعا عزيزي الطالب هنا لابد أن تعرف غمر جسم في الماء فكان وزنه كما ترى عزيزي وزن السائل المزاح. وزن السائل المزاح هو عبارة عن قوة الطفو، فإذا 300 نيوتن. طبعا تعريف الضغط عزيزي الطالب هو وزن القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحة قاعة أرخميدس إذا غمر أو أي جسم، دقيقة حتى يكون نفس تعريف الكتاب بشكل أساسي، إذا دقيقة سأغير الخط، إذا غمر جسم في سائل كليا أو جزئيا فإنه يتعرض لقوة طفو تساوي الخسارة في الوزن وتساوي أيضا وزن السائل المزاح. طبعا قراءة الباروميتر في منطقة أريحة تزداد لأنه يزداد وزن عمود الهواء وكل ويزداد الضغط كلما انخفضنا عن مستوى سطح البحر. توضع كرات في الرصاص في ليساعده في جهاز الهيدرومتر ليساعد على الاتزان في وضع رأسي عمودي. سنستكمل جسم حجمه هنا عزيزي الطالب. الحجم ها 4 من 10 4 من متر. يطفو يعني الحالة الثانية من أرخميدس على سطح ماء كثافته الكثافة 1600 كيلوغرام لكل متر تكعيب. كثافة على سطح سائل كثافته، فهنا كثافة السائل الثالث شرطة. فغمر منه يعني هنا ح واحد أو ح شرط 1 من 10 من 100 متر تكعيب، يريد كثافة الجسم. طبعا القانون ح في ث يساوي ح شرطة ضرب ث شرطة للسائل، هنا للجسم، فالجسم 4 من 100 كثافة الجسم مطلوبة، الحجم السائل معطيني إياه ضرب كثافة السائل 1600 عزيزي الطالب. ستقوم بقسمة الطرفين على 4 من 100 على 4 من 100 حتى يكون الجواب. طبعا كثافة الجسم سنقوم بحسابها، طبعا 1 من 100 ضرب 1600 سيكون 16 تقسيم 4 من 100 سيكون 400 كيلوغرام لكل متر تكعيب. طبعا هنا عزيزي الطالب بركة اسطوانية، طبعا قمنا بشرحه سابقا، لكن هنا الفرق الأساسي بين السؤال الأول الذي كان أعطانا أنه قال من الأكس، يعني هنا كان العرض 10 متر وهنا الارتفاع 6 لكن والطول 15، لكن هنا قال ملئت للثلثين، يعني أنت 6 متر
ملئت في ثلثين، فلام ستكون هي عبارة عزيزة عن 4 متر، فبالتالي سيكون الارتفاع هنا ارتفاع الماء 4 متر. هذا فقط الفرق الرئيسي، لكن هنا الضغط الكلي لا يتغير، وبالتالي هو نفس القوانين أو نفس الحل الذي قمنا بحله سابقا، ولا يوجد أي تغيير، فقط باسكال الضغط المطلق هو تغيير في المطالب. فدائما انتبه هنا بالنسبة للارتفاع، هل هو ملئت، قال مثلا ملئت للنصف، ملئت للربع، أو ملئت قال كليا وفقط. فبالتالي هنا 140,000 باسكال، حتى لا يكون هذا الفيديو طويل. معدل الضغط، معدل الضغط الجانبي، الضغط على السطح. سأترك لكم أيضا روابط لحل أسئلة قديمة، السطح وهنا القاعدة على 2، طبعا السطح هو 100,000 والقاعدة 140,000 على 2 سيكون 120,000 باسكال. القوة المؤثرة على قاعدة البركة قاف تساوي ضاد للقاعدة ضرب ألف، طبعا القاعدة كان 140,000 ضرب المساحة 10 ضرب 15، واكتب لي في التعليقات طبعا وحدة بنيوتن. عزيزي الطالب، سيارة كتلتها 2 طن، طبعا هنا كاف سيكون 2000 كيلوغرام، يريد رفع بواسطة مكبس هيدروليكي. القطر للصغرى، يعني هنا ناق للصغرى، ستكون 5 على 2، سيكون 2.5 سنتي، ومساحة الصوانط الكبرى يعني هنا 1,952 سنتيمتر تربيع، يريد قاف 1 ويريد الفائدة. طبعا في البداية قاف 2 دائما هي كاف ضرب جيم. سأترك لكم روابط لحل أسئلة أخرى لباسكال، 20,000 ضرب جيم 10 سيكون جواب 20,000 نيوتن. بالنسبة لألف اثنان، ألف اثنان آسف هنا ألف واحد يريد ستكون طانق تربيع 3.14 ضرب 2.5، طبعا ستقوم بحسابها 3.14 ضرب 2.5 تربيع، ستكون الجواب 19,625. طبعا سنقوم أيضا بالحساب. هنا قاف 2 على قاف 1 تساوي 1,002 على 1,001. قاف 2 كم أعطاني إياها؟ هي 20، بعد حسابها 20,000 على قاف 1. 1,002 معطيني إياها 1,662.5 على 1,001 هو 19,625. سنقوم بضرب طرفين في وسطين، فقاف 1 عزيز الطالب 20,000 ضرب 1,900.625 على، طبعا ستقوم بالحساب 20,000 ضرب 19,625 تقسيم 1,926.5 ستكون الجواب 20 نيوتن. هنا قاف 2 على 1,002 على 1,001، 1,002 طبعا دائما هذه الأرقام حاول أن اكتب لي في التعليقات ما هي الجواب. طبعا ليس له وحدة. جسم كتلته وزنه في الهواء يعني واو. طبعا هنا نفس السؤال السابق عزيزي الطالب، لا يوجد أي خلاف، فسأتركه. شكرا لكم، نتمنى أن يكون هذا الفيديو السريع قد نال إعجابكم أعزائي الطلاب.